عشان نتكلم عن الشوط الاول كتير، لان الشوط الاول بالنسبه لي وبالنسبه لاي حد اتفرج على المباراه، الشوط الاول من نسيان بالنسبه للمنتخب المغربي. الشوط الثاني بقى المنتخب المغربي رجع، المنتخب المغربي وصل بالسلامه كينشاسا، وصل بالسلامه الملعب، لان المنتخب المغربي بالنسبه لي ما جاش الشوط الاول. المنتخب المغربي الشوط الثاني جه وقرر ان هو يلعب مباراه هجوميه، لان خلاص 1-0 هنلعب مباراه هجوميه، هنطلع نعمل زيادات هجوميه، اشرف حكيمي هيطير وسامي مايي هيغطي وراه. كويس قوي، حلو الكلام ده، كان المفروض يحصل الشوط الاول. المهم انه حصل الشوط الثاني، والمهم ان الفرقه الشوط الثاني بدات تشم نفسها شويه. اه نص الملعب كان فيه شويه مشاكل، لان مفيش باصتين ثلاثه على بعض عارفين يمشوا، ولا في ايقاع عارف تعمله كفريق، بس ماشي الملعب سايق يا عمي. بس بصراحه عجبتني التغييرات، عجبتني التغييرات، ان غيرت ريان مايي بعد ما ضيع ضربه الجزاء، وان غيرت يوسف النصيري اللي ما جاش برضه، يعني يوسف النصيري ما جاش لحد ما طلع. بس معلش يعني موضوع ريان مايي بيشوط ضربه الجزاء ده من امتى الكلام ده؟ من امتى برضه يعني؟ في ضغط والجمهور والرياح والدنيا بايظه عندك خالص، ما فيش حد خبرات كده تقول له روح شوط ضربه الجزاء. الولد شايطها بطريقه تحسك ان هو عنده كميه تردد غير طبيعيه. طب حطيت ايدك على الكوره ليه وعيب؟ طب ومين متخصص اساسا في المنتخب المغربي في ضربات الجزاء؟ بس عادي طالما ربنا كرمك وعملت تغييرتين فرقوا في الجيم يبقى كويس. انا اقول عليك ان انت عملت مباراه عظيمه جدا على الخط الشوط الثاني، لان الشوط الاول انت بالنسبه لك كنت ضايع خالص. بس للامانه برضو كوبر صعدك، يعني كوبر الله يبارك له وشاف ان ويسا هو اللي مشكل خطوره، راح حكيمي راح مغيره اللي هو This is هيكتور كوبر. بس برضه عايز ادي تحيه وتقدير كبيره جدا للقائد رومان او غانم سايس اللي قطع كره خطيره جدا، بصاها لادم ماسينا، ماسينا لاعب طوليه اتحرك لها بطريقه جميله، ايوب الكعبي سند بطريقه اجمل لطارق تسديوي، والراجل حطها في المرمى، ولا اجمل ولا اروع من كده. مجهود جماعي رباعي مميز جدا من رومان ومن ماسينا ومن تسديوي وايوب الكعبي، اربع لعيبه عملوا لك هدف في ثلاث اربع باصات، واحد من رومان لمسينا، اثنين من مسينا للكعبي، ثلاثه من الكعبي لطارق تسديوي في المرمى، اربع لمسات بس سجلوا لك هدف. الكره الوحيده اللي لعبت فيها بسرعه سجلت هدف. الرهان بتاعك بتاع ان انت تلعب على العمق ده كسبته، لان انت كنت مراهن انك مش جاي تلعب على الاطراف، انت جاي تلعب على العمق، وبصراحه طالما قدرت تسجل في العمق يبقى انت كسبت الراوند ده. بس انا الشوط الاول كنت كارثي، والشوط الثاني برضو لولا تالق الحارس ياسين بونو في كوره جميله جدا في الست ياردة كان الموضوع بالنسبه لك راح ل2-1. بس الحمد لله رب العالمين. مباراه للنسيان طبعا، مباراه للنسيان، رغم عوده المنتخب المغربي الشوط الثاني وضربه جزاء وسجل هدف، بس المنتخب المغربي كان عنده شويه خوف الشوط الاول غريبين جدا، وكان عنده شخصيه ضاعت الشوط الاول في الملعب غريبه جدا. الشوط الثاني الفرقه قدرت تلم نفسها، وبرضه للامانه سليم ملاح عمل ادوار دفاعيه مميزه، انما هجوميه كان الموضوع صعب بالنسبه له. عمران لوزه لا عمل ادوار هجوميه ولا عمل ادوار دفاعيه. عمران لوزه من اللعيبه اللي ما جاتش النهارده بجانب طبعا سفيان مرابط، لان مرابط اي ضغط عليه في نص الملعب بيمنعك انك تبني هجمه، الموضوع بالنسبه لك بيضيع خالص، غير ان انت لما ما كانش حد بيضغط عليك كنت مفيش باصتين ثلاثه من لوزه لملاح لمرابط عارفين يربطوا الملعب، او عارفين ان هم ياخدوا ثقه، يعني مش عارفين يربطوا خط النص بخط الهجوم ولا خط النص حتى بخط الدفاع، يعني بيستلموا بيرجعوا لورا، لا ده هم كل ما بيستلموا يبصوا لقدام كره تروح للعيب من لعيبه المنتخب الكونغو، اللي هو مفيش ايقاع خالص جوه الملعب. بس مش مهم، المهم انك عرفت ترجع في النتيجه، وده الاهم، الاهم النتيجه، النتيجه الناس تقعد تبص على النتيجه 1-1 في الكونغو مش وحشه، بالعكس دي نتيجه مميزه جدا، خصوصا انك ما كانش في يومك خالص. سفيان العكوش نزل في الدقيقه 84 مكان ادم ماسينا للاصابه، ونتمنى له ان هو ربنا يشفيه ويقوم بالسلامه. فيصل فجر مكان عمران لوزه اللي ما جاش زي ما اتكلمنا. سفيان بوفال في الدقيقه 90 مكان سليم ملاح، واعتقد ان دي اهانه بالنسبه لسفيان بوفال، اخطر لاعب عندك انك تديله من الدقيقه 90، بس عادي طالما كسبت يبقى عك زي ما انت عايز تعك. الكعبي مكان ريان مايي في الدقيقة 71، وطارق تسديوي في الدقيقة 70. بصراحة تغييرات وفرديات. ارجع تاني واقول ان المنتخب المغربي لو كان عنده مدير فني تاني غير وحيد خالوزيتش كان الدنيا بالنسبة له بقت اسهل من كده، بس مع الاسف الشديد مدرب مهزوز، مدرب عنده مشاكل كتير في القناعات الفنية، مدرب عنده مشاكل في الهوية، عنده مشاكل في شخصية المنتخب. بس الحمد لله رب العالمين، ربك رازق بشوية لعيبة فردياتهم عظيمة جدا بيغطوا العك اللي انت بتعكه لا اكتر ولا اقل. خدت دفاع في قائد محترم زي رومان سايس، حارس مرمى زي ياسين بونو بيظهر في المواقف الحاسمه، خط هجوم بيعرف ان هو يستغل الفرص
اي نعم، ما شفناش موضوع الاستغلال ده من جانب ايوب الكعبي في ماتشات كان بيضيع فيها كور كتير، بس النهارده بانت خبره ايوب الكعبي في التحرك بتاعه الجميل جدا اللي ساند الكره لطارق تسديوي. لعيبه المنتخب المغربي انقذوا المنتخب المغربي من عك واحد خلوزيتش. الف الف مليون مبروك للمنتخب المغربي اللي عرف يطلع بنتيجه ايجابيه من كينشاسا، ملعب صعب، اجواء صعبه، ملعب سيء جدا، لكني كان عندي ثقه ويقين ان المنتخب المغربي هيقدر بالفرديات العظيمه اللي عند لعيبته ان هو يعمل حاجه. اشرف حكيمي يعرف يلبس الباك الشمال، انذار تاني وطرد، ودي ريحت المنتخب المغربي كتير قوي في نهايه المباراه. والصراحه فيكتور جوميز عمل مباراه عظيمه جدا بالنسبه لاي حد كان بيتفرج على المباراه، الراجل ما ظلمش المنتخب المغربي اطلاقا. الف مليون مبروك على النتيجه بالنسبه للمنتخب المغربي، اداء بنتمنى ان هو يتحسن، نتمنى ان احنا نشوف المباراه التانيه في الرباط باداء افضل من كده بكتير، نتمنى نشوف العوده اداء افضل من كده بكتير مهما كان في الرباط في كذا، المهم نشوف المنتخب المغربي في العوده افضل من كده ويقدر ان هو يحجز البطاقه بتاعته لكاس العالم المره السادسه ان شاء الله باذن الله قطر 2022. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فاروح اتفرج على الفيديو بتاع الشوط الاول هتفهم انا كنت بتكلم في ايه على موضوع حيت خلصت الشوط الاول.